قلي لي عم يضيق خلقك هون؟ طيب أنا رح قلن مشان يصيروا يطالعوك لتلعبي بالحديقة وأنا رح إجي. يلا عادي هون. آخ يا باشا، لأيمتى بده يستمر هذا الوضع؟ هاي البنت مو بحاجة لحرس ومربية، هي بحاجة لأم. أي صح، بس أمها تزوجت، ولو كان الموضوع بإيدي كنت من أول شي جبتها لهون وريحت حالي. السلطانة هيام بتعرف بالموضوع، ليش ما حكت للست فريال شي؟ طالما ما حكت لحد هلأ بتكون عم بتخطط لشي. ست فيروزة تفضلي. هدية جلالة السلطان. رستم آغا، حلو كتير، إمتى فيني اطلع عليه؟ إمتى ما بدك، بس خبريني وأنا بجهزه بنفسي. فيروزة، خلينا نرجع على الحرم لك. يلا شرفوا يا أمراء لنرجع. ما بدي، أنا حابب بضل هون شوي. والله ما بيصير يا أمير، اليوم بكفي هيك، وأستاذكن عم يستناكن. مليت من الدراسة يا أمير. بكرة بترجع بتجي ورح نتدرب على السيف مع بعضنا. وأنا كمان رستم آغا. تفضلوا يا أمراء. تفضل شوف البضاعة اللي عندي. اللي اخي مرني شو بك بكل السوما بلاي نبلا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اقول لك ايه، تفضل عندي. بصل غاز اليوم. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. 50 بس يا ولد انت وياه بس. قاعد هيك بصل غاز اليوم. يعطيك العافية يا اخي. اهلا وسهلا. كيف الشغل؟ الحمد لله الشغل تحسن بعد ما اجى الامير لعنا. سمعت انه ما عم بيدير الامور منيح، قال من وقت ما اجى لهون كثرت المشاكل. كذاب يلي بيقول هيك، اميرنا عنده القدره ليدير العالم. رح نبعته من هون سلطان مثل ابوه، باذن الله رح يجي يوم ويستلم العرش. لا حبيبي، سلطان سليمان ما بيسلموا العرش بهاي السهوله. مو سلطان سليمان، السلطانه هيام ما بتسمح بهالشيء. عم بيقولوا انه محمد كبران. واذا كبر شو يعني؟ ما حدا بيحق له يستلم العرش ما دام الامير مصطفى موجود. شو هالوقاحه هي؟ هذا كمان ابن السلطان، كيف بتتجرأ وبتحكي هيك بحقه؟ يعطيكم العافيه. الله يعافيك. الله يعافيك. قلت لهم يعملوا لك فري لانك بتحبي. لا تقلقي ابدا، الاكل مو مسمم. انا لازم اخذ احتياطاتي لانك سويتيها قبل. قال عامله وقف وعازمه كل الشخصيات المهمه على الحرم لك. شو يا هيام، لا تكوني عم بتطالبي باداره الدوله؟ واضح انه عصافيرك كتار عم يخبروكي كل شيء. مو سهل إنه تكون الوحدة أمه لولي العهد. والله معك حق بهالشي، مع إنه أقل غلطة ممكن تروح روسكم. بعدين أنا ساويت هالوقف بس لهدف واحد، لساعد المحتاجين بس. قال الصبح طلعتي على الحديقة؟ إيه طلعت تمشيت شوي هنيك. المرة الجاية بتخبريني، بطلع معك وبورجيك المكان. شكراً كتير. تفضل يا بيك. صحة وهنا إن شاء الله.
كيف الشغل؟ بالزور عم نطلع يوميتنا. ما في عندك مهنة تانية غير هيك؟ كان في عندي قطعة أرض بس اضطريت أني بيعها. قالوا أنه حضرة الأمير رح يعطي أرض للي بده يشتغل. رح يعطيها ببلاش؟ لا بس قال هن رح يأمنوا كل شيء. نحن منزرع وبناخد جزء من الغلة والباقي بيروح لخزينة الدولة، وإذا صار هيك وقتها رح ندعي له للأمير مصطفى. يعطيك العافية. شكرا. الله يعافيك يا بيك. مصطفى، مولاي في كتير أراضي مو مستغلة، ما انزرعت بنور، وبهي الطريقة مندخل مصاري للدولة ومنساعد الناس ليعيشوا بكرامة. منيح، فكرة ممتازة. عباس آغا، اصحك تفكر تقرب لعندن. انت لا تتدخل، بدي احكي كلمتين مع الامير. من هون احسن لك. تركني بدي احكي مع الامير. يعني اذا كنت امير كبير هذا الشيء بيسمح لك تخطف بنت مخطوبه؟ انا راح اشتكي عليك للقاضي. لك هي كانت خطيبتي، هي الي يا سمو الامير، ما راح اسمح لك تاخذها مني. ليكون انتي مفكرة انه الامير رح يقبل يتزوجك. بكرة بس يرجع السلطان على العاصمة الامير مصطفى رح يزدك برا. اسمعيني منيح، ما كتير توثقي بحالك. تتذكري كوثر مو هيك؟ رح يجي يوم وتروحي لعندها. طالما هالمجنونة عم تهددك أصبح أنتي من مفضلات سمو الأمير. شو اسمك؟ هيلينا. هيلينا، اسمعي مني هالنصيحة. إذا حابة توقفي على رجليكي، وجهك الحلو ما بيكفي، المفروض تكوني قوية، لا تخلي حدا يغلبك. شو موضوع الزواج اللي كانت عم تحكي فيه؟ اللي سمعته مظبوط يا مولاي، هي كانت مخطوبة لهداك التاجر، كان مدين أبوها وأجبره يخطبوا البنت. بالأول أنا حكيت مع العيلة وهن انفسخوا الخطبة بإرادته، وبعدين دفعت لهم ديونهم للتاجر. مصطفى أوعك تنسى أنك بتمثل عدالتي هون، أنت أول واحد لازم يلتزم بقوانين الدولة. هاي البنت حرة، يعني انت ما فيك تاخدها على الحرم لك. هو معه حق يشتكي عليك للقاضي، وطبعا القاضي رح يدينك. وحتى لو كنت اخد الموافقة من اهلها، فيهن يتهموك بخطف بنت حرة يا ابني. انت بتشوف هذا الوضع بيليق بممثل الدولة؟ هذا الموضوع بهز سمعة الدولة العلية. مولاي انا ناطر الفرصة لحتى اكتب كتابي عليها. كيف؟ إذا ما ساويت هالشي لازم رجعها لأهلها، وبتمنى ما ساوي هيك شي. صار لك كم يوم ما عم تنامي، وما فاتت لقمة وحدة على تمك. الشي اللي عم تساويه بحالك مو منيح أبدا. وين بيكون هلأ يا ترى؟ أكيد بيكون بالقصر. وبلكي راح لعند فريال. سلطانة هالشي مستحيل، فريال ما إلها خبر بالموضوع. أنا مو مطمنة يا ألفت، في إحساس جواتي عم يقول إنه هاي البنت رح ترجعهم لبعضهم. مستحيل هالشي يصير، الباشا زوجها لرستم آغا بإيده، وبالماضي كمان كان مزوجها بإيده. سلطانة الوضع هلأ مختلف. أنا نصحتك من البداية، قلتلك ما تبعتيها، على القليلة كانت ضلت قدام عيونك. سلطانة؟ وينه الباشا؟ عرفتوا وينه شي؟ الباشا بالقصر يا سلطانة. فيك تمشي.
إبراهيم باشا. شو يا رستم آغا؟ شو ما عادك هون لهذا الوقت؟ قالوا لي حضرتك موجود هون، فقلت بيجي بسألك إذا كنت محتاج لشي. بالله؟ روح على بيتك ولا ترجع لهون قبل ما يجي السلطان، ارتاح. شكراً يا باشا، لأنه حضرتك بتعرف إنه لازم خصص وقت لمرتي. ايه والله كلامك مزبوط، بكرة رح يصير عندك وقت كتير بولايتك، بس يرجع جلالة السلطان رح أبعتك لهنيك. إن شاء الله يا باشا. هذا الشيء مانو مقبول يا ناهد دوران، انت والدته هي مسؤوليتك، كيف بتسمحي بهالشيء؟ شو بيعرفني بده يصير هيك يا مولاي؟ يعني انا فكرته حابب يتسلى معها شوي. لا تقلق يا مولاي، انا حكيت معه قلت له ما بصير تضل هون. قال لي انه هو رح يكتب كتابه عليها. ما رح اسمح له، مو على كيفه ياخذ هيك قرار مهم. كان لازم تتصرفي من قبل. شو رأيك باللي صار؟ بصراحة أنا رأيي سمو الأمير إذا بتنسى الموضوع بيكون أحسن. يعني إني أتخلى عن هيلينا؟ لا، بس ممكن نشوف حال تاني بعد ما يروح جلالة السلطان. أدخل. تعالي مريم. يسعد مساك. أجيت اطمن على جيهان كير، بس واضح انه هو كتير مبسوط هون. اميرنا جيهانجير صاير بطل، قوته وصحته تمام، والحمد لله شكله مبسوط لانه شافك يا امير. اكيد بيكون كتير اشتقلك. تشالي جالي، قول للحراس يجيبوا اكل لمريم كمان، اليوم بدنا ناكل مع بعض. هالشي بيسعدني. عن اذنك سمو الامير. سلطانة، سليمان كأنك مزعوج من شي. هيام حضري حالك، لأنه على ما يبدو رح نرجع بكير. بالأول كنت مبسوط لأنه أجينا لهون، شو اللي صار فجأة؟ ليكون صار لك خبر بالشي اللي عامله الأمير مصطفى. قال في بنت اسمها هيلينا حاببها وبده يتجوزها. الأمير ما عنده خبرة كبيرة، ما بلومه إذا ساوى غلطة مثل هاي، بس المفروض أمه ناهد دوران توعيه على الصح. ناهد دوران مو مبسوطة وكتير حكيت معه، وهي إلا أنه رح يلاقي حل. كانوا من المفروض يلاقوا حل قبل ما نجي. يا أما مصطفى ما عم يهتم باللي عم تحكي أمه، أو أمه عم بتحاول تخليه يصير عدوك. شو هاد اللي عم تقولي؟ الأمير مصطفى مثلك عنده ضمير وقلبه أبيض، وأصلا هو مستحيل إنه يفكر بهيك خيانة أبداً. بس ناهد دوران حابة إنه ابنه يقعد على العرش وبأقرب وقت ممكن. هذا اتهام كتير خطير يا هيام. أنا عشت هالشي يا سليمان وشفته بعيوني. وقت كنت عفراش الموت مفكر انه ناهد دوران حزنت عليك او حتى بكيت، كانوا عيونها مليانين بالكره وعم يشعلوا بنار الانتقام منك.
كانت هديك من أسوأ الأيام اللي عشتها طول عمري يا سليمان. الله لا يعيد هديك الأيام. صدقني ما في شي بيستاهل. أنا شو بدي بالتاج وبالعرش؟ يعني إذا كنت أنت ما أنك موجود معي يا سليمان. بس هي ما بيهمها غير العرش. الله يخلي لي إياك. أصلاً من بعدك ما بتهمني كل هالحياة. أنا تحملت كل شي بس لأكون جنبك. وأنا كمان تحملت كل شي بس مشانك يا ويا. السلطان سليمان المعظم يا ترى شو قرر بخصوص اتفاقية التجارة والصداقة بين الدولتين؟ مسيو فورست الظاهر انتو ما فهمتونا أبداً. جلالة السلطان موكلني بكل شيء بخص شؤون الدولة. بإيدي شن حرب وأعمل اتفاقيات، وإذا بدي بعمل سلام. يعني القرار النهائي عند حضرتكم؟ أشرس الوحوش بين كل الحيوانات بتم ترويضها بالذكاء مو بالقوة. المربي تبعه أول شي بيعمله مشان يروضه بطعميه من الأكل اللي بيحبه مشان يتعود عليه، وبنفس الوقت يا مسيو فورست بيضل حامل عصاية بإيده لحتى يخليه يشعر بالخوف منه، وكمان مشان يحمي حاله منه. ولا شخص غريب بيسترجي إنه يطعميه أي شي، طبعاً إلا شخص واحد، الشخص اللي كان دائماً يطعميه ومتعود عليه. هذا الوحش هو الحكمدار يا مسيو، والمربين تبعه هنن الوزراء. والوحش هو القائد الأعلى وسلطان العثمانيين، وطبعاً اللي عم يروضوا لجلالة السلطان العظيم، واللي حامل بإيده عصاية القرار والسلطة بهالدولة هو أنا. مولاي انت منيح. بزماناته كانت هاي الغابة ملجئي، كنا نهرب من القصر ونجي لهون. كانوا الحراس يدوروا علينا وما يقدروا يلاقونا ابدا. كنا نقضي الوقت كله ونحن عم نتحدث عن الحق والعدالة وعن العلم والفلسفة بدون ما نحس بالملل. مع إبراهيم باشا مو هيك مولاي؟ الباشا كان عطول يحكي لي عن هالذكريات، لدرجة أني كنت كتير غارة لأنكم كنتوا سوا على طول. مزبوط يا مصطفى، كنا نقضي كل الوقت أنا وإبراهيم باشا، وصداقتنا كانت أهم شي بهالدنيا. ما نخبي عن بعض أي شي، وما
بعتبر إنه هديك الأيام كانت أجمل وأحلى أيام بعيشها. معلوماتنا بتقول إنه السلطان بيعتبرك صديقه المقرب، وهالمعلومات طلعت مزبوطة. أنا وجلالته أصدقاء من لما كنا صغار، عشنا كتير أوقات حلوة مع بعضنا. طبعاً أنا هلأ عم بحكي لكم هالمعلومات مشان تفهموا إنه جلالته عنده ثقة كبيرة فيني ومطلقة، وبالمقابل أنا عم ببذل جهد مشان أقدر حافظ على دولته القوية. لهيك أنا وياه لحد اليوم هاد أصدقاء. طيب حضرة الوزير الأعظم، ممكن نعرف قرارك بخصوص الاتفاقية؟ مسيو فورست، رح نعطيكم كل الامتيازات يلي عم تطلبوها من دولتنا، بس خلينا نسميها كرم منا لإلكن، لأنه نحن ما عم نطلب منكم أي شيء بالمقابل. أنتو اللي بحاجة لإلنا، مو نحن بحاجة لإلكن. ببساطة أنتو هلأ ممكن ما تكونوا موجودين على وش الأرض لو لأنه الدولة العثمانية قررت هالشي. ونحن منعبر لكم عن شكرنا يا حضرة الوزير الأعظم، وهالشي رح يكون عبارة عن صداقة أبدية بين الدولة العثمانية ودولة فرنسا. لمعلوماتك، ما حدا بيعرف قديش بتستمر الصداقات، لأنه كل كتب التاريخ كتبت عن الخيانات أكثر من الصداقات. وضعه للباشا مو عاجبني. مزبوط مسيو فورست، عم يحكي وكأنه هو سلطان الدولة العثمانية. شو بتقول، رح يوقع الاتفاقية؟ بظن هيك، بس أنا حاسس إنه إبراهيم باشا ما رح يستمر كتير بوظيفته بهالدولة هي. بده يفرض سيطرته على السلطان، بس السلطان ما بيسمح بهالشي هاد. وكانت الغرفة كتير معتمة، ومن هاي العتمة ظهر ضوء، وكرسي العرش نور. قرب وطلع فوق العرش ولقى ولد صغير، وأنا كنت هالولد. مصطفى، كأنه في شي شاغل بالك يا ابني. مولاي، مو مهم بالنسبة لإلي شو بتحكي الناس عني، اللي بيهمني إنه تكونوا أنتوا رضيانين عني يا مولاي. أنا بعرفك يا مصطفى، وإذا بيجتمعوا كل الناس وبيحكوا عنك شي سيء، مستحيل إنهم يهزوا ثقتي فيك. وسامحني إذا أزعجتك بموضوع كتب كتابي. لا، هالموضوع ما زعجني يا مصطفى، أنت بتعرف قديش أنا بحترم الحب، بس أنت لازم تنتبه. مثل ما لك شايف الناس كلهم شايفينك بتلاقي تكون سلطان مثلي تماما، ولهيك لا تسمح للعشق انه يخليك شخص عاجز ابدا. سلطانة، مو معقول يا سلطانة شو حلوة. سامحيني إذا ما قدرت شيل عيوني عنك ولا لحظة واحدة، لأنه جمالك ما شافت عيني مثله. جمالك أسر لي روحي. لا تنتظر مني إني صدق كلامك. شعراء أمثالك ممكن يتغزلوا بأي وحدة حلوة. يناديني المطر فأغمض عيني وأبكي وجدي، ولا أدري لما أفتحها إذا كانت لن ترى وجهك. حضنني البحر وغمرني بأمواجه الدافئة، فأشفق الرعد على حالي
وقال لا تبكي يا هذا. ما بقدر أتأخر أكثر. أهلا وسهلا. جهزت لك الأكل بس أنت ما أجيت. رح روح سخنه فورا. ما لزوم، أنا ماني جوعان. لكن أنت روح غير ثيابك وأنا رح جهز لك الحمام، ترتاح لك شوي. أكيد بتكون تعبانة من الشغل. تأخرت كتير وخوفتني عليك. وين كنت يا روحي؟ شوفي أنا هون يا سلطانة، بالمكان اللي لازم كون فيه على طول. شيلي من راسك هالشكوك، خلينا نرجع مثل قبل. ما فيك تحمي حبنا بسلطتك، فيك تحمي بقلبك لنضيفه بس. نزار آغا؟ أهلين رستم آغا، يسعد لي صباحك. شو جابك لعنا؟ فيروزة خانم بعدتني، قال في حصان هداها يا السلطان وكنت عم قله للآغا يجهز لياه. حابة تعمل جولة عليه؟ من زمان هي بدها اياه، بس عفيفة خانم ما أنا موافقة، والظاهر بالأخير قدرت تقنعها. روح إلا تتفضل. يا غوات
جيبوا حصان الست فيروزة لعندي. أغا بتحب جهز السرج؟ أنا بجهزه بنفسي، روح أنت. خير إن شاء الله. نصح أفندي؟ صباح الخير فريال خانو. أهلا وسهلا فيك، أنت جاي تشوف رستم آغا معي؟ لا، جيت لهون لحتى أحكي معك. شو بتسمحي لي ولا لا؟ دستور. أهلا وسهلا بالست فيروزة. رستم آغا، حلو كتير هالحصان، كتير حابة إني أتجول عليه. تفضلي يا خانم. رستم آغا، عفيفة خانم طلبت مني شخصيا رافق فيروزة خانم. إلك ليش واقف؟ روح جيب حصان وتعال لهون فورا. نصوح أفندي، يا ريت تقولي اللي بدك اياه وتروح. أنت بتعرف إني أنا مرة متزوجة وزوجي ما بيهون علي. في مشوار بدي روحه أنا وياكي. في وحدة حابك إنك تشوفيها. مين هي؟ ومين بتكون؟ هلا بتعرفي مين بتكون. ايه بس انا شو يعني مالك واثقة فيني؟ تعرف انه انا بوثق فيك كتير، بس واضح انه ابراهيم باشا هو اللي بعتك لهم، وانا ما عاد اوثق فيه بنوب. شوفي انا ما بلومك، جيتي لهون ما إلها علاقة بالباشا بنوب، وبوعدك انك ما رح تندمي. رستم آغا وينه؟ شوفي شباب، فيروزة خانم أنا مبينة، دورت عليها بكل مكان، كأنه تقول انشقت الأرض وبلعتها. يا الله، كيف هلأ بدي أشرح لهم هالشي؟ والله عفيفة خانم لا تموتني. رستم آغا وينه؟ شوفي شباب، فيروزة خانم أنا مبينة، دورت عليها بكل مكان، كأنه تقول انشقت الأرض وبلعتها. يا الله، كيف هلأ بدي أشرح لهم هالشي؟ والله عفيفة خانم لا تموتني. ليش اجينا لهون؟ فهمني. الله يخليك نصح أفندي، ليش اجينا لهذا المكان؟ اصبري شوي يا فريال، تعالي.
تطلعي لهنيك. هي البنت، هي قدر مو هي. وانت من وين بتعرفيها؟ انا شفتها بالحرم لك من كم يوم. قال هي بنته لأحمد، هيك قال لي سنبل آغا. شو اللي عم بيصير؟ شو الموضوع؟ الباشا شو له علاقة بهالبنت؟ هاي بنتك يا فريال خانو. كل الناس عم يحكوا عنك يا مصطفى، واضح انهم مبسوطين منك وكتير بحبوك، خاصة الجنود الانكشاريين، سمعتهم أكثر من مرة عم يمدحوا فيك. عم ساوي كل شي بيطلع بإيدي مشان كون قد المسؤولية. للأسف أنا لحد هلأ ما حدا عم يذكر اسمي بنوب. سمعت شو حكوا عني وعن السلطانة لما كنا بالسوق. لا تهتم بهذا الحكي أبدا، لسه ما بيعرفوك منيح. بكرة مع الوقت الكل هون رح يكتشفوا قديش أنت طيب وأمير منيح وبطل يا محمد. الأمير مصطفى قلبه كتير طيب، وأكيد ما رح يقدر إنه يقلع على هديك البنت يا ناهد دوران. مصطفى مستحيل يخالفني، بعدين هالموضوع ما بيخصك أبداً، أوعك تتدخلي فيهن. السلطان سليمان مانو مبسوط من هالوضع لدرجة إنه قرر يرجع. لا تحاولي تستغل الوضع هيان، لأنك ما رح تنجحي. أسلوبك هاد ما بيزبط أبداً. علاقة مصطفى مع السلطان مستحيل تخربيها. كلامك صحيح، إيه ما بقدر، بس ابني محمد بيقدر. جلالة السلطان سليمان المعظم. لما كنا جايين أنا والسلطان على الطريق دردشنا شوي، حكالي عن قانون الدولة يلي حاطه السلطان محمد الفاتح. في قوانين كتير حطه السلطان محمد، أي واحد منهم؟ قال من الأفضل إنه الشخص يلي بيستلم عرش الدولة العثمانية إنه يقتل إخواته مشان يقدر يسير أمور السلطنة بدون أي معارضة، حتى إنه أغلب العلماء أيدوا هالشي، وهالقانون ساري المفعول. إذا يوم من الأيام استلمت العرش رح تسخى فيني يا أخي؟ محمد أنت أخي، أنا مستحيل أسخى فيك، مستحيل ألمس شعرة منك، ولو كان كل الكون واقف ضدي أنا، ولو شو ما صار أنت بتضلك أخي. محمد محمد
محمد؟ أخي